أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. عزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول. لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ولتعلمن نبأه بعد حين. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ.
والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى بينهم فيما هم فيه يختلفون لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء ألا هو العزيز الغفار
خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها صدق الله.